بونسوار. بقيت قواعد منهجنا عندنا الانتروجاسيون الاستفهام بكل بساطة اللي موجود في كل المنهج. عندنا السؤال بي اسك اللي هي معناها هل، وبتسأل عن جملة بتبتدي بوي او نو. عندنا تاني حاجة اداة الاستفهام كومون، بتسأل عن الحال مثلا كومون سافا، عن الاسم كومون تو تابل، عن السمة او الصفة كومون الي او كومون الي. اي توا معناها وانت، اي فو وحضرتك. كي سي بتساوي سي كي او كياس، وكلها معناها من هذا. طيب كاس كو سي ما هذا، او سي كوا ما هذا. طب كاسك معناها ماذا. عندي أداة الاستفهام او اللي هي بتسأل عن المكان، وأداة الاستفهام كون اللي هي متى، بتسأل عن الوقت او الزمن. عندنا آخر أداة استفهام معانا كل، بأشكالها الكتيرة 4 أشكال، دي معناها ما أو أي. ده الاستفهام باختصار جدا وسهل وبسيط جدا. عندي القاعدة اللي بعد كده، عندي النفي. النفي إن أنا بحط الفعل بين النو والبا، ده النفي. طيب عندي القاعدة اللي بعد كده، تأنيث الاسم. إزاي بأنس الاسم؟ لو في مينا دو نوم. اول حاجة عشان اقنس الاسم ان انا اضيف للكلمة المذكرة حرف الاو، ولازم اقنس الاداة برضو لو كانت اداة نكرة او اداة معرفة. طيب لو لقيت اصلا الاسم المنتهي منتهي اصلا بحرف الاو، تفضل زي ما هي، زي اني لاف اني لاف، تلميذ وتلميذة. عندي اسماء شاذة زي انجرسون مؤنثها انفي، أمبر مؤنثها إن مير. طيب عندي بعد كده لو فيمينا دي أدجكتيف كواليفيكاتيف، تأنيث الصفات الوصفية. تأنيث الصفات الوصفية عندي بنضيف للصفة المذكرة حرف الأو، زي عندي بافار تبقى بافارد اللي هي سرسارة. طيب لو الصفة منتهية بحرف الأو تفضل زي ما هي في المؤنث، زي تيميد خجول، تبقى تيميد نفس الكلمة بالضبط خجولة. رومونتيك تبقى هي هيها رومونتيك. طيب لو الصفة منتهية بحرف الأو عليها أكسون كده، بنضيف لها في المؤنث حرف الأو. طيب إذا كانت الصفة منتهية بحرف الإكس زي باريسو ليا كسول، بتتحول الإكس في المؤنث لإس أو، تبقى باريوساز. طب لو الصفة منتهية بالإف تتحول إلى في أو، زي سبورتيف رياضي، سبورتيف رياضية. عندي الصفات الشاذة زي جونتي بيبقى جونتي، بو بتبقى بل، نوفو بتبقى نوفال. يبقى التأنيث أساسي في إيه؟ ان انا بضيف للكلمة المذكر حرف الاو، حرف الاو. ولو لقيت حرف الاو ده اصلا موجود، بنسيب الكلمة هي هي في المذكر، تبقى هي هي في المؤنث. تمام. طيب لو اصلا لقيت حرف الاو على اكسون، بضيف لها او. القاعدة اللي بعد كده، عندي بيكو ومي بادو تو، الفرق بين التلاتة دول ايه؟ بكو يعني كثيرا، ده ظرف بنستخدمه في الجملة المثبتة بعد الفعل المتصرف ومش بيتغير. اكزامبل جيم بكو لو فرنسي، انا بحب الفرنساوي كتير. يبقى جيم بكو لو فرنسي، بكو جت بعد الفعل المتصرف اللي هو فعل ايم. تاني حاجة عندي مي اللي هي لكن لازم تكون جملة هي بتتحط في النص بين جملتين متناقضتين من حيث المعنى. جيم لو تنس مي جو ديتيست لو فوتبول، انا بحب التنس لكن بكره كرة القدم. تلاتة عندي باد تو على الاطلاق، ده ظرف بنستخدمه في النفي، بيأتي بعد الفعل المتصرف وبيعبر عن شدة النفي. اكزامبل جونيم باد تو لو فرنسي، انا لا احب اطلاقا او على الاطلاق الفرنساوي. عندي اللي بعد كده اكسبري مي لي جو، التعبير عن الاذواق. ازاي اقول انا بحب او اكره او انا احب جدا،
مثلا بستخدم التعبيرات دي: جيم أنا أحب، جادور أنا أعشق، جوديتيست أنا أكره، سينيل إنه سيء، جيم بيان أنا أحب جدا أو كتير، جيم بكو أنا بحب كتير. عندي الأفعال اللي هي إيمي يحب، ديتستي يكره، أدوري يعشق، بريفري يفضل، زائد أداة المعرفة زائد الحاجة المفضلة.